بنرحب بالدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمري مرسى علم في حوار لبوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا. نعرف حضرتك المشاكل بتواجه قطاع السياحة بشكل عام ومرسى علم بشكل خاص. في تحديات. أولا أنا برحب بيكم طبعا النهاردة، إن إحنا يعني شكرا لاهتمامكم بالسياحة وبقطاع مهم بيعمل فيه يعني عدد كبير من شعب مصر العظيم. وإذا اتكلمنا عن مشاكل السياحة وتحديات السياحة، مشاكل السياحة وتحديات السياحة كبيرة جدا، لكن يعني نبدأ بحاجة مهمة جدا. مثلا في بعض القوانين لازم تتعدل، في بعض الطرق اللي هي الخاصة بالسياحة اللي هي أو المدن السياحية لازم نعيد فتحها، لأن في طرق مغلقة. مثلا طريق وادي فيران اللي بيروح لسينا لسانت كاترين من أهم نقط السياحة لمصر، هي كنقطة هامة جدا مثلا مغلق. طريق مثلا نقب طابة مغلق للسياحة مع أنه أمان جدا وكويس جدا، مش أنا مش عارف إيه السبب أنه مقفول. من انت مقفول يا فندم؟ مقفول. طريق النقب ده مقفول يمكن بقاله يمكن 3 4 سنين من ساعه الثوره بتاعت 25 يناير وهو مغلق. مع ان السائح المفروض احنا بنطلع الاتوبيسات عشان يقطع الرحله دي يروح طابا او نويبع، بيروح عن طريق ياخد القاهره النفق يطلع على بورديس وابو زنيمه وبورديس وطور شرم الشيخ دهب نويبع طابا. الرحلة بتاخد حوالي 16 ساعة من 16 ساعة عشان يروح طابا يتفسح او يروح طابا. 16 ساعة تمام. انا متهيألي مضايق حضرتك كده يعني لو اهم حاجة تطلع الصوت عشان لو الصوت بعيد او حضرتك لو عاجب كرسي هنا انا ما عنديش مشكلة. خلاص الفل. الصوت كده انا واضح اظن بيظهر كده الصوت كويس. تمام. هنتكلم يا فندم عن القصه دي بتاعت مرسى علم بشكل خاص. حضرتك تمثل الجمعيه بتاعت اعضاء هناك، كان في كلام ان هتبقى مدينه سياحيه زي مدينه شرم الشيخ، فيها سوق تجاري، ممشى سياحي، مدينه متكامله. اللي الملاحظ دلوقتي انها 450 كيلو على شريط البحر الاحمر بشكل كبير، ما فيهاش اي خدمات الا القرى السياحيه فقط اللي هي متواجده على مسافات متباعده. المشاكل مرسى علم، انا بقول لحضرتك مرسى علم من اجمل واعظم الاماكن على مستوى العالم. يعني مرسى علم عايزه تاخد اهتمام من الدوله، لان طبعا زي ما حضرتك تفضلت ان هي 450 كيلو شاطئ على شواطئ من اجمل شاطئ العالم اللي موجوده، و عايزه تاخد نصيبها من التنميه. صح. بمعنى اولا خدمه الطيران قليله جدا، 4 رحلات في الاسبوع، رحلة واحدة في اليوم. مدينة مرسى علم إذا كنت عايز تنشطها وعايز تعملها ما ينفعش طيارة 70 راكب في اليوم. تمام. إذا أنت عايز تعمل تنشيط وتعمل باكج وتطلع مصريين وتطلع سياحة وتطلع ناس، طيارة واحدة مش كفاية. إلى جانب إن الطيارة ديت ب 1800 جنيه التذكرة رايح جاي. أنا لو عيلة مصرية عايز آخد عيلتي وآخد المدام وولادي وبتاع، أنا هصرف لي 1800 جنيه دي أطلع بيها دبي. أكيد طبعًا. تذكرة. أكيد رايح جاي. في شركات اماراتيه بتبيع ب 1200 جنيه و 1400 جنيه تذكره كايرو دبي كايرو. طيب. ما ينفعش ان انا اروح انا ب 1800 جنيه في رحله داخل مصر. تمام. زائد ان الرحلات طبعا الطيران مهم جدا، لان النهارده انا كعيله او ككذا ناس كتير بتحبش تسوق كتير، 850 كيلو 900 كيلو كتير. اكيد طبعا. كل الفرده يعني. انا بقصد يعني فلازم الطيران ده عامل مهم لتنشيط المنطقه. يكون في كمان انا النهارده مرسى علم المفروض ان انا في السياح اللي موجوده هناك، كنا اقترحنا كتير سنين بنقترح ان الطياره تعمل مرسى علم الاقصر.
مرسي علم اسوان، مرسي علم شرم، يعني في ناس عايزه تتبادل، سياح قاعده هناك زهقانه. زي ما حضرتك بتقول ان مفيش مثلا وسائل ترفيه كتيره كافيه، السائح بيقعد في الفندق وخلاص بيزهق. يعني المفروض ان انا بعمل حساب ان السائح اللي هو بيسموه السائح الريبيتر، اللي هو بيجي وبيتبسط وبعدين بيجي لي تاني ممكن مرتين ثلاثه في السنه. لكن النهارده لما انا النهارده يجي السائح بيقعد اسبوع بيزهق، بتبص تلاقيه بيفكر فيه لانه ما عندوش مثلا بالليل ينزل يروح فين، ما عندوش حته. الناس بتحب تنزل في مكان تتفرج على بعضها، السياحه دي داون تاون، ينزل يلاقي كافيتريات وكافيهات وناس وقهاوي ومحلات وكذا. ده مش موجود في مرسى علم، يعني مش موجود. يعني حضرتك انت طريق ممتد زي ما بتقول كده بتوصل لشلاتين، مفيش. يعني هو القريه جوه بياكل وبيتبسط قوي من الميه مش عارف ايه، وبالليل ساعه يتعشى ولازم ينام الساعه 9. والسائح مش جاي، يعني السائح عايز ينزل بالليل يتفسح، يخرج يشتري، يقعد في كافيهات، الناس تحب تشوف بعض، يعني يبقى في الفه. طب حضرتك الفنادق والمناطق الاستثمار السياحي بتمثل كام من القريه السياحيه؟ كام فندق هناك؟ عدد انت حضرتك بتتكلم على عدد الغرف يعني؟ اه الغرف السياحيه. عدد الغرف النهارده عندنا عدد غرف كويسه، انا مش حاضرني الرقم، لكن حضرتك بتتكلم في النهارده انا عندي لا يقل عن فوق يمكن 17,000 غرفه ممتده بين 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 حاجات فتحت وبين تحت الانشاء. يعني قوه ضاربه في الفتره اللي جايه دي، انت هتلاقي فيه قوه ضاربه عشان كده احنا بنقول مش عايزين نتوسع في الغرف، احنا عايزين نتوسع في المشروعات اللي هي التنمويه، ترفيهيه، حاجات ممكن تبقى نشاطات للسياحه، محلات، مولات زي ما حضرتك تفضلت، مطاعم، اسواق، انشطه رياضيه، ملاعب. ايه المانع؟ يعني منطقه رائعه لكن ما فيش فيها يعني سايح بالليل، خلاص بعد الظهر ما عندوش حاجه يعملها يعني. عايزين نتوسع في سياحه الى جانب البحر والى جانب ده، عايزين نتوسع في سياحه الوديان، السياحه الصحراويه رائعه الجمال، السفاري والحاجات دي عايزين نشجعها، الوديان والحاجات دي كده. في مشكله كمان، عائق كبير جدا جدا جدا، الا وهو البيئه. وزاره البيئه وهيئه البيئه وحمايه الشواطئ تعقيدات ما بعدها تعقيدات. اولا معظم العالم لو رحت اي مكان في العالم، يعني انا شفت في امريكا، في اسبانيا، في ايطاليا، بيقدروا يهذبوا الشواطئ. بمعنى ايه؟ شواطئ عندي 450 كيلو شاطئ، شاطئ رائعه. على الشاطئ من بره خالص في شويه صخور عايز تنضفها، مش شعب مرجانيه. لو شعب مرجانيه اقول لك ما تلمسهاش، تمام، لكن في حاجات صخريه لازم تتنضف. لو شعب مرجانيه ميته اقول لك برده ما تجيش جنبها. لكن احنا نفسنا كلنا عارفين ان دي صخور بتعور الناس. تمام. ببقى عايز شويه تنظيف، شويه تظبيط في النقش. لو جيت لمست اي صخور كده يقول لك محضر وقضيه وغرامه 500,000 دولار، نص مليون دولار، ويوقف لك المشروع. وفي ناس توقف لها مشروع سنه وسنتين. مشروع مكلف 200 300 مليون يتن واقف كده عشان لمجرد انه عايز ينظف الرمله حتى الشاطئ من شويه نباتات اللي هي الشوكيه دي اللي هي العشوائيه. اذا جيت جنبها كمان بيعمل لك محضر ويمشي، هو عنده المقدره لانه عنده المقدره، يعمل لك محضر ويمشي وانت مش شايفه. هو بيعدي على الشط كده يعمل محضر، بص قضيه، تلاقي سجن، حبس، وتلاقي غرامه، وتلاقي وقف للاعمال. عرض تنميه وفي عرض شغل لازم الهيئه ولازم البيئه تبص للسائح وتبص للسياحه وتبص للتنميه بمنظور اخر، مش منظور العطله ومنظور القوه والعصا الغليظه قد ما هي تبقى نوع من التفاهم مع القطاع. يعني وزاره البيئه حمل وديع جدا جدا جدا، ما بيعملش حاجه خالص في مصر كلها. شوف بقى حضرتك من تلوث النيل لطرق لقش الارز للعوادم بتاعت السيارات لمصانع بتاعت مصر كلها بتصرف في النيل، والناس كلها الامراض، الاسماك النافقه، كل ده البيئه ما بتعملهاش علاقه بيه. المصانع اللي بيطلع الدخان طول النهار
محدش العربيات الميكروباصات التاكسيات كل اللي بيدخن ده ويجيب سرطان للناس وبيجيب امراض صدريه ده ما لهمش دعوه بيه. هم ليهم دعوه بس بالكم شاطئ اللي موجودين في البحر الاحمر، محاضر وقضايا ومشاكل متواجدين هناك بتعليمات من هيئه البيئه مش عارف العالميه الامريكيه وما اعرفش بياخدوا تعليماتهم من هناك. طب نسبه الاشغالات دول فاتت كام في مرسى علم؟ هل تاثرت في الثلاث سنين اللي فاتوا؟ ثلاث سنين اللي فاتوا حصل دروب جامد او حصل انخفاض جامد جدا في ربوع مصر كلها طبعا زي ما حضرتك عارف، كان في انفلات امني وعدم استقرار وكذا، يمكن كانت معظم الفنادق كلها قافله، كانت مقفوله مغلقه تماما يعني. ما في يعني السياح نفسها خايفه تيجي وخايفه تمشي يعني، والحظر اللي اتعمل الفتره اللي فاتت دي في فترات حصل حظر من الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي على 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 جزء على مصر وعلى السياحه وعلى كذا، لدرجه فرضوا حظر تاني في من حوالي 7-8 شهور، وقعد الحظر ده اكتر من 6 شهور السنه دي، لسه يا دوبك من شهر بس بدات الدول الاوروبيه تفتح تاني، بس ده كان على جنوب سيناء وعلى الاقصر واسوان بعض المدن يعني، ما كانش على مصر كلها وكان على القاهره برضه. فالحمد لله مع بداية الاستحقاق الأول والثاني الدستور ووجود انتخاب رئيس جمهورية وبدأت الاستقرار يدوب في أركان البلد وبدأ الأمن يستعيد قوته، بدأت السياحة تتعافى، لأن أنت عارف هاي السياحة مرتبطة بالأمن، إذا كل ما يكون في أمن كل ما هتلاقي سياحة وتلاقي اقتصاد وتلاقي استثمار وتلاقي حاجات كتيرة جدا. فالحمد لله انا يعني اليومين دول في حركه، يمكن الاشغال دلوقتي يعدي 60% في مرسى علم دلوقتي. كان في فندق مخرب العام الماضي كان 30، لا السنه اللي فاتت ممكن 30 35 5، في فنادق 25. كان في تفاوض غريب قوي يعني، في القاضه تلاقيها 25 و20، وفي القاضه قافله، وفي القاضه تلاقيها 40% 45% كده 30، بس الاشغالات كانت كلها لا تتعدى ال 40 45%. لو اتكلمنا عن حملات الترويج اللي بتعملها يعني ترشيد السياحه والشركات في الخارج، دور مرسى علم مش ليه محطوط بورد وزاره السياحه للتنشيط ليها والدعايه لها والتسويق لها زي الغردقه زي شرم الشيخ؟ يعني معروف في مصر شرم الشيخ عالميا. اي حد في العالم بيتكلموا لك انا شرم الشيخ في القاهره او في مصر. ليه مرسى علم مش واخده التصنيف الدور ده؟ ما انا بقول لحضرتك هي يعني زي ما تقول ايه، مدينه كبيره قوي وممتده ورائعه، بس يعني زي ما تقول ايه عايزه يعني تتظبط، تحط فيها خدمات كتيره، يتعمل فيها مشروعات ترفيهيه، الطيران طبعا لازم يحصل نوع من الطيران، يبقى فيه كل يوم طياره وطيارتين، اسعار الطيران ترخص، يتعمل شركات تانية بديله غير ماستران، يتعمل شركات خاصه تعمل رحلات، التاكسي الطائر اللي احنا بنقول عليه ان انا اقدر اروح من القاهره لمرسى علم، وفي طياره من مرسى علم طياره تطلع على الاقصر، انزل اعمل على الاقصر. يعني انا مثلا دلوقتي عندي مثلا سياح في شرم الشيخ عشان عايز يروح الاقصر، كان في زمان طياره بتطلع من شرم الشيخ للاقصر، سياح بيروح الاقصر يتفسح ويزور المعابد وكذا ويرجع بالليل يرجع تاني على شرم الشيخ، هو لانه واخد الاسبوع بتاعه في شرم الشيخ بس عايز يزور، بيزور وبيعمل حركه في المعابد وينزل ويتفسح ويتغدى ويصرف ويشتري هدايا من الاقصر ويرجع يروح اسوان ونفس الوقت. دلوقتي النهارده السائح عشان يعمل الكلام ده لازم ابعته شرم القاهره القاهره الاقصر، اولا دي تكلفه عاليه جدا يعني، وبعدين ارجعه الاقصر القاهره القاهره شرم الشيخ. طب انا النهارده واحد هي رحله اساسا ساعه ساعه الا ربع من شرم للاقصر بالطياره، هي لو دايركت قعدوا حوالي 6 ساعات عشان يروح الاقصر يعني، طلعوا قبلها شويه بساعتين وبعدين يروح القاهره، يقعد ينتظر هنا طياره الاقصر مدها بساعتين مثلا او ثلاثه على حسب جدوله ما يلاقي اماكن وكذا، وبعدين يطلعوا الاقصر وبعدين يرجعوا القاهره ثاني يقعد ينتظر الطياره اللي ترجعه شرم. طب وانا بقى هو السائح ده جاي اعذبه؟ لا طبعا، ما في العالم كله حضرتك تركيا اللي بنتكلم عليها يعني، يعني انا مش عايز دايما اقارن بتركيا بس تركيا الواحد بيزعل ان بلد زي كده النهارده الى جانب الخطوط التركيه عندهم 15 شركه طيران خاصه عماله. ايه في مصر كام؟ مصر ولا شركه، شركتين، شركه في النيل الطيران تقريبا، وفي ده النيل دي شغاله مش حتى مش ممنوع تشتغل داخلي، ممنوع داخلي ده ممنوع، اي شركه موجوده النيل يعني النيل وفي
شركه تانية او كده شغاله بتشتغل شرط نشجع السياحه الداخليه بتاعتنا. ما عندناش طياره تروح طابا، ما عندناش طياره مطار كاترين مقفول، ما عندناش طياره تروح النقب، ما عندناش طياره مرسى مطروح 14/9 تقفل، قلت لك انت طول السنه مفيش طيارات خالص. وبعدين انت الناس النهارده تروح مرسى مطروح، الناس في عايزه تروح، حتى الناس عايزه اللي المهندسين التنميه المحافظه الموظفين الناس عايزه يعني طياره 70 راكب اعمل رحله ولا رحلتين في الاسبوع. هي قد ايه رحله؟ كام رحله في الاسبوع من القاهره لمرسى علم؟ مرسى علم كام رحله؟ دلوقتي اربعه. اربع يومين؟ لا هي رحله واحده في اليوم، اربع ايام في الاسبوع بس. اربع ايام بس في الاسبوع رحله ورحله يوميه، يعني اعتبر اربع رحلات اسبوعيا. اربع رحلات اسبوعيا فقط. هيخلوها خمسه بعد يعني في دخول الشتاء كده. خروج من الشتاء. بس طياره واحده رحله واحده لمدينه زي دي وب 1800 جنيه صعب. مين يعني؟ يعني انت عامل معادله صعبه. طب حضرتك بنتكلم في ملف الثقافه، كل المستثمرين ورجال اعمال سواء صناع او سياحه او صناعه متاثرين بالطاقه. ايه المشاكل اللي عندهم في قطاع الطاقه دلوقتي؟ والكلام عن استخدام الطاقه الشمسيه واستغلال الطاقه الشمسيه في المدن السياحيه وبطاريات وكده. كنا عايزين نعرف حضرتك ايه رايك في اولا طبعا ده سؤال مهم جدا. طبعا الطاقه هتقابلنا مشكله، هتقابلنا مشكله في مصر وبالذات في المشروعات السياحيه، لان طبعا الكهرباء طبعا في مشاكل فيها طبعا كاحمال وكجهد وكده، مش هتقدر مع التنميه ومع حركه العمران اللي في مصر، مش الشبكه اللي موجوده حاليا مش ما تقدرش تستوعب ده. فاحنا دلوقتي دورنا ان احنا بنجري دلوقتي مع الدوله ان يتعمل ان القطاع الخاص يخش في التنميه في الموضوع بتاع الطاقه الشمسيه. طبعا دي طاقه سريعه جدا واحنا اتاخرنا كتير قوي فيها ان احنا نعملها. المفروض ان احنا يعني بنجري فيها يعني بسرعه جامده جدا عشان نقدر الفتره اللي جايه، لان النهارده حتى اللي عنده مولدات يعني احنا في مرسى علم كله عنده مولدات ما بياخدش كهرباء من الدوله، حتى المولدات فيها مشكله من الجاز اللي هو التموين بتاع الحاجات دي، في مشكله في النهارده بقى جاز من بكره ما فيش بعده فيه، يعني قصه برضو مشكله. الغلايات الحاجات الكتيره الفندق بيشتغل بحاجات كتيره جاز فيها مشكله مع ارتفاع الاسعار بتاعه الحاجات الكهرباء والشرايح بتاعه الكهرباء والجاز اللي هو الديزل، يعني مع ارتفاع ده كله النهارده هيبقى التكلفه عليك ك ك كفندق عاليه جدا. تمام. هتخسر. الطاقه الشمسيه دي طاقه بديله محترمه جدا، لازم نجري فيها بسرعه كبيره جدا. وبعدين احنا شفت تجربه يعني موجوده في امريكا حلوه جدا. معظم البيوت هناك، يعني انا بتكلم كمان مش للسياحه بس، كلام عام يعني، انا شفته وانا هناك وقرايبي واخواتي عايشين هناك مركبينه في كل فوق البيت، كل بيت بيوت كتير جدا مركبه الخليه بتاع الطاقه الشمسيه. تمام. حاجه جميله قوي ان انت تحط طاقه شمسيه عندك فوق بيتك وتستخدم ليها للبيت. الزائد منها افرض انا مثلا بقدر مثلا يعني كمثال بنتج مثلا 500 كيلو، بقدر الطاقه بتاعتي الخليه بتاعتي تنتج لي 500 كيلو مثلا، يعني انا مثلا النهارده محتاج 400 300 كيلو، ما خدتش ال 500، ما هي شغاله على الشمس وعماله تشحن وتسخن وعندي طاقه كهربائيه حلوه، فانا استخدمت بس من ال 500 كيلو دول استخدمت مثلا 250. تمام. عندي 250 زياده عليا عن احتياجي بيخشوا على كهربه الحكومه. ممكن. للي محتاج اللي عايز كهرباء زياده الاحتياج اكتر من اللي هو مركبها. تمام. بتروح الدوله بتحاسبك انت عندك عداد مركب، فكل الكهرباء الزياده دي بتخش على الكابلات وعلى عدادات الحكومه. تمام. بحيث انها تدي كمان لبيوت جنبك مصانع شركات. انت جيت في يوم، جيت في اسبوع مثلا الدنيا حر، ال 500 كيلو بتوعك دول ما قضوكش. تمام. خدت 700. تمام. فالمفروض انت خدت من الدوله 200. تمام. مثلا زياده مثلا. تمام. الفتره دي. تمام. فالدوله بتخصم انت اديتني قد ايه خلال الشهر ده وانا اديتك قد ايه، والفرق ان اطرحه قول نحاسب عليه، انت تكون عايز مني ادفع لك، انا اكون عايز منك تدفع لي. تمام. فده
حل مشكله. اولا انا كبيت استفدت، خدت كهربتي، احتجت زياده خدت من الكهرباء بتاعت الدوله، ما الكابل متوصل لي، عندي كهرباء زياده ما راحتش على الارض، اديتها للحكومه، الحكومه بتوظفها. التكلفه عاليه يا فندم، عندنا هنا في القاهره الشمسيه المشكله في البطاريات، انا بعتقد تكلفتها عاليه جدا، سعرها عالي. ولا عاليه جدا ولا حاجه، يعني النهارده ما هي عاليه جدا، بس بعد 5 سنين انت بكهربتك ببلاش وبتكسب كمان. يعني في الخلايا هناك بين 12,000 دولار الناس جايبه، وبتكلف مثلا 12,000 او 15,000 دولار. لو كل عماره عملت كده 15,000 دولار، هنفترض 15,000 دولار بكام؟ لو توزع على السكان ولا حاجة، في مقابل ان هو اولا هيضمن ان الكهرباء موجودة له على طول، ما عندوش مشاكل وعنده امان ان الكهرباء موجودة وطاقة نظيفة وموجودة. لو هم محتاجوش الكهرباء، كهرباء زادت، ممكن يبقى يعملوا النظام اللي هو يخش على الكابل بتاع الدولة بتاع عدادات. يعني انا اقصد في نظم كتيرة الناس بتحل. خلي بالك امريكا، شوف رغم قوتها وغناها ده، لكن عندها مشكلة في الطاقة. ما هو الناس كتير جدا اللي اعرفهم مركبين بتاع خلايا شمسية، كله مركب. يعني انا اخويا عايش هناك مركب. طب نسبه التركيبات اللي عندكم في الفرع مرسى علم، محدش مركب دلوقتي خالص خالص خالص. احنا دلوقتي كله الدوله هتعمل ان هتطرح في يناير بعض الاراضي، وهتطرح لشركات بتاعه طاقه شمسيه ان هي تيجي وتعمل محطات وتدي للفنادق وتدي للناس. ده في يناير باذن الله هيتم. الى جانب ان النهارده سرعه طاقه الرياح، طاقه الرياح مهمه جدا ونظيفه جدا وموجوده، شفتها في اوروبا كلها زي الفل، وتنفع في المناطق اللي عندنا. يعني طاقه الرياح تنفع اللي مفتوح، انا عندي صحر في مرسى علم، في مطروح، في راس سدر، في المناطق اللي فيها هواء. طاقه الرياح، طاقه الرياح دي بحط المروحه الكبيره دي، بمجرد ما بتلف كده في عندي تحت المولد دوت، بياخد الطاقه ديت بيحولها لطاقه كهربائيه وخزنها. كل الناس شغاله بيها ونظيفه، ولا صوت ولا تلوث ولا اي حاجه خالص. واهم المشاكل اللي طرحت على اللجنه طبعا ازاي يعني الفنادق اللي ما فتحتش ليه؟ لان في سبب التعثر طبعا، ده تناقش الطاقه والكهرباء والطرق، حاجات يعني كل تقريبا المشاكل المتعلقه بالمواضيع ديت. البيئه طبعا كله اشتكى من البيئه، معظم الناس عندها مشاكل مع البيئه، في تعطيل وعشان تاخد موافقات منها وعشان تبني وعشان تهذب الشاطئ وحمايه الشواطئ وكذا، دي كلها يعني تخيل انت عشان تاخد مثلا موافقه من البيئه تقعد لك سنه على الاقل. يعني وبعدين النهارده البيئه حاطه لك مثلا محميات كتير جدا ما تلمسهاش، هي ولا بتعمل بيها حاجه ولا انت تقدر تلمسها، فعباره عن خرابات. محميات عندك فوق ال 34 او 36 محميه في مصر، اهمهم محميه وادي الجمال اللي موجوده عندنا مثلا في مرسى علم، محميه طولها على البحر فوق ال 65 كيلو، ما تقدرش تلمسهم ولا تيجي منهم، عباره عن كده بس منظر. تعال بص عليهم بعيد، وهي يعني خرابه. طب يا عم نميها، طب يا عم اعمل زيارات. وبعدين قدامها جزيره رائعه برضه ما حدش بيروح لها ولا يقدر يروح لها ولا بتاع، ما تعمل الجزيره دي الناس تروح وبعدين كل العالم بيستفيد دلوقتي من ربنا اداك حاجه. الناس دلوقتي اتفقت في اليونسكو وفي العالم كله ان هي نتيجه للظروف الاقتصاديه اللي بتمر اللي العالم بيمر بيها، والجوع والفقر والازمات الاقتصاديه. قال لك اي حاجه ربنا اداها لك او تاريخ يعني الاثار انك تقدر تستفيد منها وتعمل لها ترميم وتساعدها وتحافظ عليها، وفي نفس الوقت انت بتذاكر وتخش وتستخدمها في السياحه. كذلك البيئه، هتحافظ على البيئه بالشروط البيئيه وفي نفس الوقت تتعايش معاها وتبقى مصدر رزق للانسان، ده مش عيب ولا حرام. لكن ما سيبهاش كده القطط والبتاع عايشه فيها. طب اللجنه حلت حاجه يا فندم الفتره اللي فاتت دي؟ هو السيد المحافظ خد كل الاراء وخد كل المقترحات وخذا، وقال مشروع وحاجه حاجه هيقدر يتكلم معاهم. طبعا مشكله البنوك، في بنوك طبعا الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك اول الثوره ما حصلت، معظم او مش معظم كل البنوك توقفت عن تمويل المشروع اي مشروع سياحي، عشان ان ده يعني ايه عالي المخاطر. اكيد طبعا مشكلة.
يعني افرض دلوقتي واحد مثلا النهارده بيبني فندق او بيبني اسكان سياحي او اي حاجه او مول او حاجه، توقف ان البنك قال له لا ما اقدرش اديك دلوقتي، انا مش عارف السياحه بكره فيها ايه. طب ما يعني لازم نكون احنا دلوقتي في نص المشوار، وبعدين احنا عندنا امل في ربنا وفي بلدنا كبير، ما ينفعش ان احنا نخاف ونقول لا نوقف الدنيا ونقلبها ضلمه. لازم يكون احنا عندنا امل في ان احنا بلدنا هتعدي. كان مصر تاثر بالقصه بتاعت البنوك؟ نعم كان مصر تاثر بمشكله التمويل. مشكلة التمويل ده كم فندق؟ ده القطاع كله يعني 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 القطاع كله متأثر، لأن كل اللي بيبني قرى وفنادق وكذا 70% يمكن من الناس واخدة قروض من البنوك، فحصل تأثير عليها بشكل مباشر، وقف نشاطه، حتى اللي عايز كان يعمل يتوسع، اللي عايز يجدد، اللي عايز يخلص مشروعه، اللي عايز كذا، كله وقف، البنوك وقفت البتاع. وبعدين انت عندك مشكلة تانية احنا برضو ناقشناها مع السيد المحافظ، ان النهاردة في الاربع سنين اللي فاتوا دول انت البنوك الفوائد بقت مركبة. يعني نشكر جدا 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 محافظ البنك المركزي والبنوك وقفت مع فعلا مع القطاع بشكل جيد، ان هي ما طالبتوش بالاقساط لان مفيش شغل، ما طالبتوش بالفوائد لان مفيش شغل. يعني دي حاجة كانت كويسة ان هم متفهمين للوضع، لكن دلوقتي هو انت مطالب دلوقتي مع زياده الحركه اللي هتحصل في مثلا في كريسماس ونير الفتره اللي جايه، هيقول لك سدد. انت دلوقتي المطالب منك انك تسدد الحالج القديم والجديد. طب انت هتجيب منين؟ دي حلها ايه فوق الجزر يا فندم؟ حلها اللي احنا بنقول عليه من سنين، ان احنا بنطالب كنا بصندوق للقطاع السياحي. الصندوق ده كان هيحل لنا مشاكل كتير قوي. الصندوق ده لما اي كان فلوس من الناس بتستثمر فيه، وكانت الدولة تحط فيه من الفلوس اللي كانت بتيجي وإيرادات السياحة و قلنا حط مليار أو 2 مليار دولار فيه وده يبقى موجود. أنا النهارده راجل وقفت شوية، الصندوق ده بيساعدني بفايدة بسيطة وبقدر يعومني. شركة سياحة كذا، شركة سياحة عايزة تجيب أتوبيسات تطور أتوبيساتها النهارده، لما صندوق لدعم السياحه وبفايده يعني كانه بنك، بس بدل ما البنك النهارده بيحاسبك ب 12 و 13 مع بعض يعني رد متبادل. وزاره السياحه فيها فلوس ممكن تحط في الصندوق ده والمستثمرين يحطوا في الوقت الرواج، اما بقى انا ليا اسهم فيه واحط فيه وكل الناس تحط فيه، واي حد اي حد من اي قطاع عايز يحط فيه يستثمر فيه يبقى صندوق، والدولة بتساهم فيه بمبلغ، وزارة السياحة بتساهم فيه، الغرفة بتساهم فيه، يعني يبقى صندوق يحمي الناس. لما جينا النهارده في فترة الأزمة الكبيرة دي، في ناس عايزة تعمل تجديد للفنادق، تعمل صيانة للفنادق، ما لقيتش فلوس. لما احنا النهارده بنفتح اهو الفندق، اما بيبقى 3 4 سنين يا شغال بنسبة إشغال بسيطة جدا يا مش شغال خالص، فكده الخدمات بتنهار فيه. انت عايز تجدد البنية التحتية بتاعتك وعايز تجدد بلاط وستاير وتكييفات وحاجات، حاجة لما بتقف دبوس اكيد طبعا. فالصندوق ده كان هيحل مشاكل كتير جدا، فاحنا بننادي بيه بالصندوق. نرجع للبيئة، محمية زي اللي بقوله حضرتك عليها، كانت بتقترح البيئة ان هي المحميات ديت او المناطق دي تعمل على كل فدان اوضتين، 2 غرفة، انك ممكن تبني على كل فدان، الفدان 4200 متر تبني غرفتين. فاحنا بنطالب بنقول يا ناس يا جماعه، غرفتين مش كفايه ان انت تعمل، يعني ان انت مثلا تديني مثلا 50 فدان، ال 50 فدان هتعمل بيهم اوضتين على الفدان، هتعمل بيهم 100 اوضه. تمام، انت عشان بس تعمل شد تسقي بس وتنظف الارض دي، ال 100 اوضه دول ما يعملولكش اي حاجه. فبنطالب ان انت عارف يعني 50 فدان يضرب في 4، يعني تتكلم فوق ال 200 وشويه الف متر، 200 وشويه الف متر يعمل فيهم 100 اوضه. ده رقم يعني اقتصاديا عشان مشروع ما ينفعش، لكن النهارده احنا بنطالب ما يبقوش اوضتين، يبقوا 6، يبقوا 8 على كل فدان. كويس، كل 4200 متر لو بنيت لي 6 اوض 8 اوض يبقى اسمي اقدر اعوض المصاريف اللي انا النباتات دي حافظ عليها، الشاطئ انضفه، شويه الكهرباء، شويه العمال، احافظ على الشواطئ، اعمل شويه يفط مش عارف ايه، حتى اراضي لازم هتبقى مسؤوله منها، هتقعد تهتم بيها وتصرف عليها. طب حضرتك
بتكلم عن قطاع السياحه بشكل عام، احنا 2010 كانت افضل سنين 10 قطاع السياحه في مصر، وصلنا 14 مليون 14 وشويه مليون سائح. ازاي نرجع العصر ده تاني، وازاي يبقى عندنا السياحه دي بشكل كبير، واحنا عندنا انواع كثيره من النشاط السياحي، من سياحه شواطئ، سياحه اثار، سياحه دينيه، سياحه ثقافيه. شوف حضرتك، احنا رغم ال 14 مليون كنا فرحانين بيهم ونقول الحمد لله وكويسين، لكن مصر برضو ما خدتش نصيبها من كحجم وكسمعه وكتاريخ وكحاجه بتدرس على مستوى العالم كله كحضاره قديمه. 14 مليون ده يجوا بسهوله بايه؟ طبعا بالعوده ان احنا نحضر المؤتمرات كلها والمعارض السياحيه كلها، الامن يرجع بقوه، يعني والامن بيسترد عافيته فعلا، وبزديم كل مجهود وكل ما عندنا شهداء، يعني بنتمنى ان يبقى في استقرار وفي امن، ده هيزيد لوحده لان الناس كلها عايز تيجي مصر. يعني انا في كل المؤتمرات والمعارض والندوات اللي بحضرها في العالم كله عايز يجي، كل الناس عايز تيجي، وكله يقول لك بس الدنيا تستقر الدنيا. احنا بنطمنهم نقول لهم يا جماعه مفيش اي حاجه، اللي بتشوفوه في التلفزيون ده تهويل على البلد، لكن البلد في امان، والبلد فيها، والشعب المصري شعب مضياف، ما تخافوش يعني ده اللي بنطمنه للناس. لكن انك ترجع ده سهل. قوانين، انا مبسوط جدا من سياده الرئيس الايام ديت ان في بداوا ان هم عايزين يغيروا قوانين كتير جدا معوقه للاستثمار. لما كلمه قطاع السياحه، ايه القوانين بتعوفه يعني اللي عايزها، محتاجه حل عاجل او محتاجه استئصال فورا في المشكله دي؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، عندك 118 مشروع في مرسى مطروح واقفين. 118 مشروع؟ واتبنوا. واقفين بسبب قانون مثلا طلع في 2010 قبل الثوره على طول. قانون بتاع المزايدات والمناقصات وكذا، واتطبق باصل رجعي، هو في قانون بيطبق باصل رجعي؟ لا طبعا. ناس خدت اراضي وتخصص لها اراضي وعملت مشروعات، يعني انا رحت المحافظه مثلا، مش انا بتكلم كمثال يعني، بعض الناس راحت المحافظات وراحت التنميه وراحت كذا، انتوا عندكم اراضي عندنا بكامل متر بكذا، دفعت الفلوس وخصصت وعملت الرخصه وبدات وبنت وبتشطب اللوكندات بتاعتها والفنادق بتاعتها. ينفع ان في 2010 يطلع قانون تقول له تعالى هنا، لا الارض دي مش من حقك، الارض دي انت خدتها بسعر كذا والمفروض تاخدها بسعر كذا؟ لا طبعا. ادي القوانين اللي بتيجي بطبق باصل رجعي. ينفع ان انت النهارده ناس بنت مثلا من 20 سنه و25 سنه و30 سنه من ساعه سينا ما خدناها، زمايلنا نعرفهم جنوب سينا مش عايزين النهارده، لغايه النهارده بعد ما بنوا مش عايزين يسجلوا لهم المشروعات بتاعتهم؟ ينفع؟ لا طبعا. يعني الناس بتخاف، ناس واحد عام بنى بقاله 20 25 سنه، يعني دخل جنوب سيناء دي كان شاب، بقى كبر وبقى عنده عيال واولاد، بقى كاهل ومش عارف يسجل مشروعه في جنوب سيناء ليه؟ وبعدين طلعوا قانون جديد مش عارف، اصل واحد لو اي حد يحمل جنسيه اخرى، طب ما هو انتوا كان طول عمرنا كنا بنشجع، الحكومه المصريه كانت بتشجع الناس تطلع تاخد بعثات وتدرس، وعشان يطلع ياخد بعثات ببلاش ويتعلم ويفيد البلد، زي زويل وزي مش عارف مين وزي مجدي يعقوب وامثال كده، دي كتير جدا مصريين. ما طلع قانون جديد اللي يحمل جنسيتين، الجنسيه المصريه ولا لا، اللي يحمل جنسيه الى جانب المصريه، الى جانب المصريه ما يبقاش حق التسجيل ولا ارض ولا حاجه. لا، ما في جنوب سيناء، فقط جنوب وشمال يعني. سينة. بس طب واحد النهارده اساسا كان بيدرس بره وخد الجنسيه الثانيه دي عشان يعيش ويشتغل وياخد الدكتوراه او ياخد الكليه بتاعته او كذا، وهو بنى وعايش هنا، ما هو مش عايش هناك، هتقول له النهارده انت لازم ترجع المشروع ده، مشروع مش ارض، اكيد طبعا، تقول له بقى مشروع، تقول له رجع المشروع للدوله او بيعه لمصري؟ طب انا مصري، انا ما كانش عن نفسي، انا معايا جنسيه مصريه، انا معايا جنسيه مصريه، وابويا مصري وجدي مصري وعيلتي مصري، يعني بيبقى الراجل ده مصري ابا عن جد عن كل جدوده. طب دي حاجه قوانين ولا سياده، قوانين سياديه يعني طالعه؟ وهي قوانين سياديه، ما احنا اللي بنحطها يعني الدوله، ما هي البشر اللي بيحطها والناس بتحطها، لازم تفكر. يعني واحد طول عمره في مصر ما راحش، ده راح اتعلم ورجع، او راح 4 سنين فخد الجنسيه الى جانب جنسيته عشان يعرف يعيش
وبعدين يعرف النهارده يطلع بدون تاشيره اي بلد مع اولاده، يساعد ولاده في تعليم في اي حاجه. انت جاي تقول له لا رجع المشروع دوت او اعمل كذا او سوي كذا، يعني مفيش فكر. والعالم كله النهارده بيشجعك ان انت تشتري وتبيع وتشتري وتتملك كل حاجه في العالم كله. السنه دي ان شاء الله العام الجديد مع السياحه توصل كام السياحه المصريه على السياحه الاجنبيه في مصر؟ السياحه الاجنبيه في مصر لو مع تحسن الاستقرار طبعا اللي احنا شايفينه وشاهدينه وتغيير القوانين اللي الرئيس قمر بعمل تشكيل لجان، لان فعلا قوانين معوقه فعلا. وبعدين ما ينفعش تحط قانون تطبقه اثر رجعي، ما فيش حد بيعمل كده ابدا. القانون الوحيد اللي في الكره الارضيه تطبقه باثر رجعي اللي يكون في صالح المتهم. اللي في صالح المتهم هو اللي يطبق باثر رجعي. يعني هنفترض، يعني اديك مثال ولا يعني النهارده هنفترض مثلا في سرقه تيار مثلا كهرباء، واحد كان سرق تيار كهرباء واتحبس مثلا من 5 سنين، خد 10 سنين سجن مثلا يعني، واتحبس وجي النهارده، يعني هو بيطبق العقوبه عدى عليه وهو بقى له 5 سنين في السجن، وجي النهارده قال لك لا سرقه التيار مش مجرمه، يطلع يعني غرامه وغرامه، يعني اقصد دلوقتي ما كانش 5 سنين لا مش غرامه، لا انا بقصد يعني دلوقتي ما بقتش مجرمه، بقت مثلا غرامه مش حبس. يطبق عليه القانون ده على اللي محبوس ان كانت مجرمه. يعني اي حاجه كانت مجرمه ومش مجرمه دلوقتي، بس يعني انا بقصد هو ده القانون الوحيد. اي قانون ده الحاجه الوحيده اللي تبقى في صالح المسجون او المتهم، هي ده اللي يطبق عليه باثر رجعي، غير كده المفروض ما يعني. طب السياحه برضه الفتره الجايه كام؟ السياحه كام؟ السياحه باذن الله لو استمر الامر كده انا متوقع ان السياحه توصل يمكن تعدي ال 15 مليون الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. يعني في احنا متوقعين باذن الله الكريسماس ونير ده في حركه كويسه. رغم كل الظروف العالميه الصعبه احنا بنفتح اسواق جديده، لان طبعا السوق الروسي طبعا سوق واعد جدا، السوق الاوكراني كان سوق واعد جدا لمصر، لكن هم دلوقتي بيعانوا برضو بمشاكل هناك في المنطقه ديت. رغم كل ده احنا متوقعين ان فاتحين اسواق مع الهند، مع اندونيسيا، مع ماليزيا، مع الصين، مع الاتحاد الاوروبي برضو دلوقتي بدات الدنيا تعود، مع السياحه الخليجيه والسياحه العربيه بدات في تسويق حلو قوي ليها للبحر الاحمر والشرم الشيخ والمناطق الحلوه بتاعتنا. بدا النهارده نلاقيهم موجودين في طيارات بتيجي من مثلا من الكويت للغردقه، من الرياض لشرم الشيخ، مش عارف ايه، يعني الطيارات تيجي من الدول العربيه تيجي على الغردقه وشرم الشيخ. زي في تجاره عربيه بينيه، في سياحه بينيه زي كده. طب دلوقتي هي احنا متهمين ليه؟ يعني عندنا عندناش جذب للعرب زي الاول، يعني دبي دلوقتي سيطرت على بشكل كبير جدا على قطاع السياحه، هل ده يعود ان احنا ما عندناش ثقافه سياحه المؤتمرات؟ ما عندناش سياحه، ما عندناش ثقافه السياحه العربيه، بنضايقهم. احنا بالنسبه لنا لاي سائح عربي ده بالنسبه لنا لما بيجي بنضايقه. ازاي؟ يعني اي سائح النهارده بتلاقيه عربي فاكر انت النهارده بيركب تاكسي الـ مش عايز يحاسبه بالعداد، بدل ما يقول له مثلا التوصيله دي ب 10 جنيه يقول له ب 50 جنيه. يخش مطعم اذا كان مثلا ب 200 جنيه يبقوا 1000 جنيه. اذا كل يعني لازم نفهم ان السائح ده قيمه مهمه جدا، ولازم اعامله زيه زي المصري. ما ينفعش ان انا ابالغ في كل سعر وزي ما تكون يعني ايه اذبح الفرخه واخد الفرخه اللي بتبدي ذهب. السائح العربي ده اغنى سائح في العالم النهارده، ده ممكن يجي بيشتري وبيعمل وكده. وخلي بالك السائح العربي والخليجي اللي هو دلوقتي بيجي ده عائلات، وبعدين بيجي السائح العربي يقعد شهر وشهرين وثلاثه. انت مش مؤهل ان انت النهارده في يعني انت لو رحت مثلا لندن، فرنسا، النمسا، امريكا، كل البلاد دي بقى عندها شقق فندقيه. الساحل العربي بيحب الشقق الفندقيه. الشقق الفندقيه عشان بيبقى هو جاي مع اسرته وعنده اولاد وعنده شغالات وعنده دادات للولاد وعنده كذا.
لا ده عشان ياخد فندق وياخد، هياخد له 10 اوض اكيد طبعا، او 6 اوض او كذا، وبعدين عشان ياكل ويشرب وكده الحياه تبقى غاليه عليه في الفندق. فالسائح العربي او الخليجي لازم تتوسع له زي ما في كل العالم الاوروبي فهم الحته دي، ووفر شقق فندقيه الى جانب الفنادق. اللي عايز فندق موجود، لكن انت دلوقتي عيله عايز تاخد شقه هيروح فين؟ ايه الشقق الفندقيه اللي هنا، او ايه الشقق اللي ممكن يعني، لان انت عارف طبعا يعني اكتر مني يمكن، ان هيروح ياخد شقه مثلا، يروح لسمسار ويقول له شقه، انت عارف عفشها عامل ازاي وبتاع وبيتعامل ازاي، والشقق والشقق العاديه دي واخده سمعه زي ما انت عارف. في عائلات كتير جدا عايزه تيجي وعايز شقق كويسه مفروشه كويس، مكيفه كويس، فيها خدمه كويسه، هو وعيلته بيقعد جايب معاه، بيحبوا هم يطبخوا اكلهم بطريقتهم، بالنكهه بتاعت الاكل بتاعهم، بالتوابل بتاعتهم، بالحاجات بتاعتهم. هو السائح الخليجي كده، اذا انت عايز سياحه خليجيه وتكسب وتاخد وتكسب ودهم، هو بيروح كده، كل بيروح الدنيا كلها كده، بياخد شقق فندقيه او شقق مجهزه. يعني النهارده انت عندك كل الشقق اللي هي اللي موجوده عندك يجي 2 مليون شقه في مصر هنا، مقفولين او ما في فرش اي كلام، الناس بتسكنها كده. طب ما تضم ده لوزاره السياحه، شقق مقفوله ومفروغه شقق عاديه. لا انا بتكلم في شقق عاديه، ما فيش شقق فندقيه، ما عنديش شقق فندقيه. انت ما عندكش شقق فندقيه، عندك فوق مبنى ولا اتنين في مصر كلها. كان كان سفير الزمالك وكان مش عارف ايه، يعني حاجات بسيطه قوي يعني. كان مره الهيلتون عامل شقق فندقيه يعني سكيل ضيق جدا، يعني مبنى ولا حاجه في مصر كلها. لكن انت لو بدات تعمل الشقق الفندقيه او تعمل مشروع الشقق اللي مقفوله والشقق المفروشه دي تضمها لوزاره السياحه، انها تبقى ليها يعني تديها درجه، افرشها كذا، اعمل لها تكييفات، نظفها، ادهنها، حط بوتاجاز كويس، حط كذا، حط جهاز بتاع دخان، اعمل انذار، حط شفاط، حط كذا، ظبط الشقه، ودي تتضم الشقق دي كلها لوزاره السياحه، يتعمل الشقق المفروشه دي كلها تاخد الشكل بقى الفندقي، تتطور وتتنظف، تعمل لها اداره تبع وزاره السياحه، وتتاجر من خلال مكاتب، هتبقى فكره حلوه. انت ناس كتير جدا 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 عندها شقق مقفلينها. لا الوزاره تسوق مع من خلال هيئه التنشيط، شركات السياحه تسوق. يعني انا النهارده هطلع اسوق، النهارده لما اروح اي بلد النهارده احضر مؤتمر وبتاع، بيقول لي يا اخي احنا عايزين عندك شقق محترمه فندقيه كذا، اقول له عندنا اداره كامله، وادي اهي خش على النت تلاقي في مهندسين، في العجوزه، في الزمالك، في كذا، وبعدين دي هتشغل شباب. واستغلال 2 مليون شقه مقفولين، عندك 2 مليون شقه مقفولين ما بيشتغلوش، اللي قافل شقته اللي بتاع، لما تفرشها فرش فندقي كده، ونتفق مع مصانع تفرش الحاجات دي، ومجموعه من الشباب بقى اللي هتنظف ولا تعمل صيانه ولا هتشغل في تسكن الحاجات ديت والحسابات والاداره يعني هتعمل جهاز كامل هتشغل لك ولا مليون شاب في الاداره دي، وتبقى وزاره السياحه بتشرف عليها. اداره الشقق الفندقيه. انا لما بنزل في لندن دلوقتي، انا بقالي 20 سنه بروح لندن، بنزل في شقه ما اسكنش في فندق ابدا، انا شخصيا باخد العيله ونروح نقعد في شقه نظيفه في وسط البلد، شقه كويسه وفي ريسبشن تحت ومعاك مفتاح بتاع وامان. والله وزير السياحه اقول له ربنا معاك، والله يكون في عونك التحديات الكبيره اللي عندك، والفترة اللي جاية فيه طبعا المعارض والمؤتمرات الخارجية في الفترة اللي جاية دي، طبعا أكيد معالي الوزير طبعا يعني عامل أجندة جامدة وعامل كده، لأن احنا داخلين على أهم معارض الفترة اللي جاية في شهر 11 طبعا، أولهم اللي في لندن الورلد ترافل ماركت، بعدها في بإذن الله بتاع إيطاليا ميلانو، وفي في إيطاليا في شهر 10 برضو مهمة قوي، واحد في شهر 10 في ايطاليا، وبعدين في بتاع يناير في اسبانيا، وفي يعني في الفتره اللي جايه دي ربنا معاك ويوفقك في كل الحاجات اللي هي المعارض والبورصات القويه دي، وبنتمنى ان هو الفتره اللي جايه دي ان يوفقه ربنا مع الساده الوزراء في سواء الاثار او الثقافه او بقيه كده، انه يحل لنا المشاكل بتاعة الطيران والآثار
الضريبه العقاريه ياجلها لنا شويه اللي عايزين يفرضوها دلوقتي. هو الفنادق النهارده يا دوبك طلعت تشم نفسها، في فلوس يدفع ضريبه عقاريه؟ يعني قطاع السياحي المفروض اليومين دول يا جماعه ده طالع من يعني من حاله موت، ما ينفعش تيجي تقول له يعني. حتى التامينات ما كانوش بياجلوها، وكانوا بيفرضوا 2% نص في المية في الاسبوع فوائد زاد الغرامات. يعني يا جماعه قطاع شغال فيه وكان بيجيب مليارات، لما يقع ساعدوه اسندوه، خفضوا ضريبه البنك شويه، الفوائد البنك شويه، اعملوا كذا، ساعدوا كذا. الصندوق اللي احنا عايزينه بنطالب بيه، البيئه تحل نفسها شويه معانا. يعني شويه الحاجات دي اهم التحديات. مطار سانت كاترين مقفول، مش عارف مقفول ليه. سانت كاترين ناس كتير جدا عايزه تيجي، يعني دي سانت كاترين دي محطوطه على الخريطه العالميه، من اقدس الاماكن على مستوى العالم، وهي كمحميه طبيعيه وموجوده في التراث العالمي تبع اليونسكو، من اهم المناطق. عايزين تطوير ميناء نويبع. ميناء نويبع طبعا كنا بنبعت سياح من عنده، كان بيبقى فيه مشاكل في النظافه وفي النظام يعني لازم اذا عايزين سياحه عشان ندخل مليارات عشان نشغل شباب، محتاجين كل ده. شكرا. انا اللي بشكرك. شكرا جدا.